وين في التواليت؟ اوه يحمل صوف في التواليت تيخرج. تي مزك كتخلط طو. تي وين مزك كتخلط عندك اربع دراج في التواليت؟ تي برا قاعد ارجع عن بعد. تي كرشي توجع طوي يديك يحمل صوف طو وين؟ يشدها يا احمد. تي وين شدها عندي ريزرفوار في كرشي انا اذا جات لازم تخرج طو ما فيهوش لعبات. يا اخي تفكر التواليت كيف كي تخليها؟ لا ويح طول يحمل ريزرفاسيون قبل ما يدخل التواليت. ايش شنو تحبني نعمل يا طو؟ احمد بوز وارجع من بعد. مانيش نفدلك معك احمد برا برسمي وارجع من بعد. يا ولدي انا مش نفدلك هذيك اعمل بوز وبعد نرجع لها اعملها على دوفواياج. يا احمد توليجنيش خليني اقضي حاجه على راحتي ربع ساعه ورجع لك. ربع ساعه ليه؟ يا اخي تجبد في البترول الخسريه. اوه شنو مرض هذا راك مشتني ما خليتنيش نقضي حاجتي على راحتي. انت تهو تقضي انا بدي نحب نقضي زياده. يا اخي نقضي انا وبعد ايش اقضي انت من بكره تقنقل ما خليتنيش نركز. نحب نغمض عيني ونبدا كونستري نعملها على السيلونس وانت من بكره تقنقل. العبد العادي يدخل يقضي حاجته في الدرج باباك يهبطها ويخرج. انت في تدخل داخل مع التليفون وصندري وكعتي مدالين. يا اخي شكون تعمل داخل تعمل جو على الريحه؟ تبداش تقنقل على الريحه احمد انت قاعد وين تحمس وليت وين تحط ساقيك قاعد قدام التواليت شنو متوقع باش تشم ريحه نعناع؟ تيكول برفان ولا شرب جفير كل صبيح؟ نحكي معك من بكري وريحتك تصرف فيا بالكف. اوصص احمد اوصص اوه باش تدور لي صدر دابيل طو. يا احمد اخرج احكي برا خلينا ندخل. الو اهلا حبيبي وينك؟ علاش فما؟ ليه جست اسال عليك؟ اسمع تعال نتكلمك من بعد. عليه لاباس نو فم؟ ليه لا لاباس نعاود نتكلمك من بعد. شبيك صوتك تعاود ولا ندري وين قاعد؟ صوتي يتعاود؟ ليه خاطر قعدنا في حيوط تاع البيت خويا مسخم بدون تفريز. اوه كيف مسخم بدون تفريز؟ تعال نتكلم من بعد تعال نتكلمك. بيه وما نقول نحبك ولا توحشتك. نحبك برشا توحشتك برشا. اوه شبيك تعايد؟ ليه خاطر برسمك كم خارج من قلبي نحبك. بيه وقتها تعاود تكلمني. قصيت عليا من بعد تقول لي هربت؟ والله هربت يا احمد هربت. او باش نهربت من الدار حتى انا. بدون جفيه ليه 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 ليه؟ هاو رجعت سيا والله عاودت رجعت.